وبركاته. وصبح عليكم بالخير مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، ونخص بالتصبيحة طبعا أمهاتنا وأبهاتنا وكل أهلنا. أعزائي المشاهدين، مثل ما تعرفون في يوم الخميس دائما ناخذكم في جولة في أسعار السمك، بالتحديد من سوق السمك في منطقة أم صلال. هذا السوق المركزي اللي يضم العديد من المحلات اللي تبيع السمك، كذلك يضم منطقة مخصصة لتنظيف الأسماك وتستوعب ما شاء الله أعداد كبيرة. أعزائي المشاهدين، احنا اليوم نشهد ارتفاع نوعا ما في أسعار السمك، طبعا نظرا لسوء الأحوال الجوية في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع ولو كان قليل في بعض الأنواع، ارتفاع في أسعار الأسماك. خلكم ويانا نشوف أول محلات وناخذ أول سمكة وسعرها. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. البدح كم البدح اليوم؟ بدا 20 ريال اليوم. مال الدوحة، مال الدوحة البدح ب20 ريال. ممكن تشوف الحبة 20 ريال هذا؟ هاي 20 ريال. طبعا الأسابيع الماضية أعزائي المشاهدين كان سعر البدح نوعا ما أقل، اليوم نشهد ارتفاع ولو كان قليل، كذلك يعني ما زال في المعقول بالنسبة للمدح البدح. زين، القرقفان كم؟ القرقفان 10 ريال. 10 ريال القرقفان. تعال معاي نشوف بعد الجدود. تعال، الجد كم؟ الجد 12 ريال. الجد، جد هذا الكبير، ما في صغار عندك؟ لا، هذا وسط، هذا ما هذا بقى فيه 4 كيلو يزيد. 4 كيلوات. زين، الهامور كم؟ هامور فيها اليوم 40، هذا شكل 40 الهامور. طبعا مثل ما تعرفون اعزائي المشاهدين، الهامور دائما يعني له محبين وله سوق، احيانا لذلك احيانا يرتفع سعره. تعال قل لي بعد عندك الصافي، احنا طفنا الصافي وما سألناك عنه، ممكن ان ناخذ الصافي ونراوي المشاهدين. مال وين الصافي؟ صافي مال الوكرة. هذا صافي الوكرة كم الكيلو؟ صافي هذا 40 ريال. 40 ريال صافي الوكرة. زين، مال غزل ولا قرقور هذا؟ قرقور. هذا مال قرقور ب40 ريال. زين، يلا تعال نشوف الخباط عندك، الشنعد كم؟ الشنعد فيها 35. 35 السيباس. السيباس فيها 30 ريال. 30 ريال. زين، مشكور. أوكس. مشكور. طبعا مثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين، يعني الدكه عنده نوعا ما السمك فيها قليل. احنا بنروح للي اعمر شوي. السلام عليكم. تعال لي هني، تعال لي، كيف حالك؟ الحمد لله زين. عيفا عندك الكبار هذه على كم؟ هاي في 12 ريال كيلو. 12 ريال عيفا. ايوه ايوه. ممكن نشوف العفاة طبعا عودة، هذه كم كيلو فيها تقريبا؟ 10 كيلو، 11 كيلو، 9 كيلو كذا فيه. زين، الشعري كم؟ الشعري في 10 ريال كيلو الصغير هي، ووسط في 15 ريال كيلو. 15 ريال للوسط، والصغير؟ الصغير هي في 10 ريال كيلو، ووسط في 15 ريال كيلو. زين، مشكور. اياك الله. شكرا. طبعا مثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين، السمك عنده نوعا ما قليل. نروح للي بعده، شكله مشغول ولكن حتى لو ننتظره شوي. السلام عليكم. تعال لي، تعال شوي، كيف حالك؟ اشوف عندك بسار، بسار كبير. ايوه البسار هذا. تعال لي قرب شوي، قرب المايك. بسار مال وين؟ بسار مال دوحة. كم الكيلو؟ هاي 7 ريال. 7 ريال. ارفع اشوف، ارفع السمكه شوي، خلنا نشوفه لو سمحت. ايوه ممكن نشوفها اعزائي المشاهدين. طبعا من الاسماك اللي تصلح في الطبخ، احيانا يطبخونها صالونه، بعضهم يسويها. طبعا لها عده طرق، كذلك الاوليين يسوونها مالح. اخر كم البسار؟ صار 7 ريالات. 7 ريالات. زين، في عندك اشوف النواعيض الصغار هذه، قرب لي شوي، قرب لي النواعيض. نعوض، نعوض نعوض يعطي 8 ريال مال دوحة. 8 ريال نعوض. زين، تعال نشوف الشعري. الشعري كم؟ الشعري اليوم 14 متوسط. 14 ريال متوسط. متوسط. زين، الفرش، الفرش هذا المتوسط كم؟ 8 ريال. 8 ريال الفرش. تعال لي بعد اشوف القرقفان. القرقفان، القرقفان كم؟ 10 ريال. 10 ريالات للقرقفان. تعال بعد نشوف، في عندك النيسر. النيسر كم؟ نيسر 10 ريال. 10 ريالات النيسر. صافي عندك؟ صافي ما في. ما في صافي.
شكرا. مشكور. مثل ما قلت لكم اعزائي المشاهدين، الصافي قليل، يعني معظم انواع الاسماك اليوم قليله، لذلك نشهد ارتفاع في اسعارها، وهذا اللي يخلي سوقها مرتفع شوي. السلام عليكم. تعال شويه. تعال لو سمحت. كيف حالك؟ زين. الهامور على كم؟ 45، 50، 45. 50 و45؟ ايه ايه. يعني مرتفع اليوم شوي؟ بعد تناد. غالي اليوم؟ غالي غالي، سمك شوي بس لا، غالي. يعني السمك اليوم، ليش السمك غالي اليوم؟ أبل أمس شوي هبلة، هوا حار، ماي حار، شوي بس هاي سمك. مثل ما قلنا أعزائي المشاهدين، ارتفاع الأسعار بناء على سوء الأحوال الجوية اللي كانت في الأيام الماضية. زين، الحمام الأبيض هذا على كم؟ 20 ريال. 20 ريال أبيض. 20 ريال الحمام. مليوم؟ مليوم مليوم ماي. زين، الخباط هذا الصغير، الخباط على كم؟ 38، 35 خباط. يعني الخباط ما ارتفع سعره؟ ايه ايه، ما في زيادة. تقريبا نفس سعر الخباط 35، محافظ على سعره. مليوم هذا؟ مليوم مليوم شيء مليوم. زين، العيفة على كم؟ عيفة 10 ريال. 10 ريال، تعال. تعال معاي، خلنا نقرب هني شوي شوي ونشوف الزبيدي مال الدوحة. مال الدوحة. اي، الزبيدي مال الدوحة بكم؟ 27، 27. 27 ريال. 27. البدح على كم؟ بدح 25. 25 للبدح. الربيب، تعال لي هني قرب ونشوف الربيبه هذه، الربيب كم؟ 28. 28 اخر كم تحسبه؟ 27 اخر. يلا 27، سامح بينزل بعد، يقول بينزل. الصافي، الصافي هذا مال وين؟ مال الدوحه؟ مال الكور، كور. صافي الخور، كم صافي الخور؟ 55. 55 صافي الخور. مال القرقور هذا؟ ايه مال القرقور، كم فور. زين، بعد انا اشوف عندك الشعري. شعري 18. شعري كم؟ 18. 18 المتوسط. متوسط. زين، الحمره هذه، الحمره كم؟ حمره 25. حمره 25 الحمره. النيسر كم؟ 8 ريال. 8 ريال. 8 ريال النيسر. القبقب كم؟ 16 ريال. 16 ريال القباقب، بس كله حيلاني هذا. حيلاني. ذكر. ذكر ذكر. زين، الربيان هذا، الربيان اللي في البوكس هناك مال وين؟ عمان. هاي مال عمان. مال عمان، مال عمان بكم الكيلو؟ عمان في مال 20-30 هاي 38. في يعني 20-30 هذا قياس مال؟ ايه ايه. في بعد صغير في 30 ريال. 30 ريال، الجد على كم الجد؟ جد 15. 15 ريال الجد، كم كيلو في هذا الكبير؟ ممكن 4 كيلو، 4 ونص، هاي شكلها. زين، مشكور. مشكور، ماس. شكرا. طبعا مثل ما قلنا اعزائي المشاهدين، جاوبنا نفس الجواب. طبعا سوء الاحوال الجويه تاثر كذلك في يعني امور اخرى تاثر. السلام عليك. تعالي شوي. تعالي. كيف حالك؟ ابي اشوف العنفوز عندك، تعال. العنفوز اول شيء ممكن ان احنا نشوفه عندك هني، العنفوز. طبعا اعزائي المشاهدين، ممكن احنا نراويكم السمكه هذه اللي هي سمكه العنفوز. يعني اغلب اهل البحر يحبونها في الشوي، لها شعبيه طبعا. تعالي تعالي، وين بتروح؟ عنفوز كم؟ عنفوز 6 ريال. 6 ريال. 6 ريال اللي بيشوي عنافيز اليوم عنده العنافيز ب 6 ريال. عاده في الهواء يعني اسمع، حكم ما سمعت من ابهاتي ومن يدودنا الاول، يقول في الهواء في الضربات يعني تنوكل السمكه اللي عاده ما ياكلونها. لذلك خصوصا في ايام الهواء يعني سوء الاحوال الجويه عاده ياكلون، حتى الكم ياكلونه. الكم كم؟ الكم 8 ريال. 8 ريال الكم. تعال بعد قرب عندي هني. تكلم عن الشعري او السولي. السولي، السولي كم؟ السولي 10 ريال. 10 ريال للسولي. الفرش الصغير هذا؟ فرش 8 ريال. 8 ريال للفرش. الجد العود هاي، الجد مال وين هذا؟ مال دوحة هذا. كم الكيلو؟ 14. 14 ريال. صافي بعد عندك؟ صافي، صافية، ممكن نشوف الصافية هذه. صافي كم؟ مال دوحة هذا 40، 35. 35 يعني أرخصهم هو اليوم. الجش هذا، الجش كم؟ جس 17. 17 ريال. العيفة؟ عيفة 8، 10، 8 ريال تبيع؟ ايوه.
زين، كم كيلو فيها يمكن؟ ممكن 8 9 كيلو فيها. طيب مشكور. اوكي. شكرا. طبعا احنا اعزائي المشاهدين ما نبي يعني نطول عليكم، نبي ناخذ اكثر كميه من السمك، نسمعكم سعرها. تعال تعالي تعالي تعال، وين بتروح؟ سكر تلفونك، تعال هني وقف. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. شلونك؟ طيب الحمد لله. اول شيء انا بسالك عن القبقب المكن. مكن 20 ريال يمكن داخل الجو. تعال خلنا يراوي لنا هني شوي، خله هني قريب. ايوه ممكن نراوي الساده المشاهدين، يعني فيها ولو انه كان قليل لكن فيها بيض. كم الكيلو؟ 20 ريال. صغير هاي 20 ريال، في شوي كبير في 26 25 اجل. طيب هذه القباقب المكنه، خلها هني. وهذا السولي على كم؟ سولي 10 ريال. 10 ريال. 10 ريال للسولي. الصمان كم؟ 18 20 شكل 18 ريال. الخباط؟ خباط 35. 35. في عندك بعد اللي هي الصاله او زبيدي مال دوحه؟ مال دوحه 23 بيه وسطه. 23. الربيب؟ نفسه 23 اي شكل. زين السلطان ابراهيم؟ ربنا شويه بس 20 بيه، ثلاث حبه بس. ثلاث حبات بس عندك. زين مشكور. شكرا مشكور. شكرا شكرا. انا اشكرهم صراحه، بعض الباعه اعزام دائما في الحلقه انا اللي تكون من نصيبي اشكر الباعه اللي يتعاونون، يعني راح بطل القبقب ويراوينا اثباتا للكلام اللي يقوله. تعال هذا عنده صافي هني، تعال في صافي هني ولو كان قليل. تعال. سلام كيف حالك؟ زين الحمد لله. شلونك؟ طيب الحمد لله. صافي مال وين؟ مالكور. تعال قرب قرب شوي قرب، اخوي بشير ساعدنا بس. مال وين الصافي؟ كور. الكور كم الكيلو؟ كيلو اللي مدي 50 يجي مدي 50 ريال. 50 ريال. ما تنزل شوي؟ ما تنزل 48 ان شاء الله. اوكي 48 سامح. زين سامح يقول ب 48. تعال معي، تعال نشوف عندك شموم كبار. سيباس مال وين هذا؟ سيباس مال تركيا. سيباس تركي. فيه شحم؟ شحم فيه موجود. سمين؟ ان شاء الله موجود. كم الكيلو؟ هذه 32. 32. عندك ال 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 الشموم هذه الكبار كم الكيلو؟ هذه 8 ريال. 8 ريال للشم او اللي يسمونه كاتفش. هذا كاتفش عدل؟ صح عدل. 8 ريال. الخباط كم؟ هذه 32. 32 للخباط الصغير. ممكن نشوف الخباطه جديد هذا؟ زين زين جديد هذا. زين الهامور؟ الهامور مال وين؟ 50 هذه مال الكور. كله يجي ضحى. كل سمكك من الخور؟ صح ما شاء الله. كم الكيلو؟ هذه 48 اخر. اخر كم بترخص؟ اخر يلا عشان التلفزيون. هذه فاتوره شوف 52 يجي ان شاء الله 48 ان شاء الله. 48 زين، من 52 بينزل لين 48. الله يجزاه خير سامح. يعني الصاله هذه كم؟ سبيدي اليوم 21. 21 زبيدي. اي كبير هذا شيء متواصل هذا ميديم. ميديم زين. في عندك شعري هذا، شعري كم؟ 15 ريال. 15 ريال. البلطي، البلطي مال وين هذا؟ البلطي مال يجي من عمان. عماني مال مزرعه؟ صح مزرعه. كم الكيلو؟ 10 ريال. 10 ريالات للبلطي. تعال لي تعال. في خثاق، خثاق هذا مال وين؟ مال دوحه. قرب الخثاق تشوفه. كم الكيلو؟ 35 اهرم. 35 الخثاق. الصافي صنيفي اشوف في حبه، حبه واحده ولكن انا بأراوي المشاهدين هذه الصنيفيه. طبعا هذا الصافي الصنيفي مال وين هذه؟ سيم سيم مال الخور، مصيوده طبعا في الخور، من الاسماك الجميله طبعا. هي مثلها مثل الصافيه ولكن تتميز بلونها وشكلها الجميل والوانها دائما تي ملونه وتعيش عاده في الغزير. كم اخر الصافي هذه اللي هني؟ سيم سيم 48. نفس السعر 48 اهر. مشكور. مشكور. شكرا. طبعا احنا شوي ملعوزين المصور ويانا شوي بشير، بناخذ الاسماك اللي هي. السلام عليكم. تعالي تعالي شوي، بناخذكم شويه في اسماك هني حيه. سلام كيف حالك؟ الحمد لله طيب. تعال قرب لي هني، تعرف عليك. محمد حسن.
اهلا وسهلا الله يسلمك. انتم تبيعون الاسماك حيه يعني توزنها بالكيلو وهي حيه تلبط صحيح؟ اه تلبط ايونا. احنا بنبيع حي، ما نبيعش الا حيه بس. تبيعونها حي؟ حيه. طيب انا لما اخذها معاي في السياره يمكن تموت؟ لا ما هي ممكن تقعد ساعه ساعتين لحد ما تموت يعني. طيب يعني اخذها للتربيه ولا كلها؟ براحتك لحضرتك تريح. لو عايز للتربيه احنا ممكن نوصلك لحد البيت للتربيه، لو عندك مكان للتربيه نودي لك لحد البيت تحت امرك. الله يجزاك خير. طيب هذا انا ما عملت حوض يعني في البيت، لكن لو عملت حوض باجي اخذ من عندكم اسماك ونربي البلطي في البيت ان شاء الله. اي والله نربي غنم واسماك في نفس الوقت. انت تستغنى عنا، احنا شقينا لما انت تربى عندك في البيت. طيب كم الكيلو؟ 15 ريال. 15 ريال للكيلو البلطي الحي. طبعا تعطونهم اعلاف واكل خاص لهم؟ اه بنجيب لهم اعلاف مخصوص لهم هم بالذات يعني، والحمد لله السمكه بتاعتنا متميزه يعني الحمد لله، اللي بيجربها مره بيرجع لها ثاني يعني، الطعم بتاعها كويس يعني الحمد لله يعني، ناس كثيره بتشكر فيها الحمد لله يعني بفضل. طيب هل في يعني خدمه مثلا ان تنقلون الاسماك للتنظيف مباشره؟ يعني حد يختار السمك وتنظفونه وتقطعونه؟ ايوه نعم طبعا، الزبون بيجي بيشاور على السمك اللي هو عايزه احنا بنطلعه له وبنوديه للتنظيف. في بيطلب اوردر هو في البيت بنوديه له بالمواصفات اللي هو عايزه، عايز 3 في الكيلو، عايز واحده في الكيلو كده يعني على حسب اللي هو عايزه احنا بنوديه له لحد البيت. طيب اللي بتوصلونه للبيت نفس السعر الكيلو 15 ريال؟ لا بيزيد، بنحسب سعر التنظيف، السعر بي 18 ريال سعر التنظيف وسعر الغسيل هنا وكده، وزاد المواصلات بس 20 ريال ما اي مكان في الدوحه يعني الحمد لله. ممتاز. طيب شكرا، شكرا تحت جزيلا. تحت امرك. الله يخليك. الله يحييك. طبعا في اعزائي المشاهدين في معلومات عندهم اكثر، لكن انا اليوم يعني في صدد اخذ اسعار السمك او نقول السمك القطري اليوم. السلام عليكم. تعال تعال هنا، تعال تعال لو سمحت. احنا بناخذ على عجاله طبعا. شوف عندك الخباط. بلطي مال وين؟ بلطي مال مصر. ايجيبت. ايجيبت مصري. كم الكيلو؟ هاي 10 ريال. 10 ريال. زين انت تعرف في البلطي اللي في مصر في نوعين، في مال بحر؟ لا مزرعة. وفي مال مزرعة. أيوة. هذا مال مزرعة. أيوة مزرعة. كيف شنو الفرق بين مال بحر ومال مزرعة؟ أنا ما أعرف، أنت جديد أي في مني. أنت ما تدري، بس أنا أقول لك البلطي اللي يجي من المزارع عادة يلونه أحمر، والبلطي اللي يصيدونه هم في أعتقد في المياه البحر المتوسط يكون غالب عليها اللون الأخضر. الأخضر عادة. كم الكيلو البلطي هذا؟ 10 ريال بس. 10 ريال. السيباس كم؟ سيباس 32. 32. الخثاق كم؟ 35. 35. الخباط هذا على كم؟ 35 ريال. بعد 35. السمك هناك عندك؟ عندك؟ تعال لي. سيم. تعال قرب هني بس سولي. مو بعندك هذا؟ زين مشكور. شكرا. مشكور. طبعا انتقل. احنا اعزائي المشاهدين ودنا احنا ناخذ يعني ناخذكم في جوله، ولكن هذا الموجود. السلام عليكم. تعالي مكالمه عنده، مكالمه. خله يتكلم ويرد علينا، خله يتكلم ويرد علينا. تالي انا بصور البياح شويه، لو تقرب عندي اخوي بشير قرب صوبي. ما شاء الله البياح هذا طبعا عندها للبحر يسمون هذه بياحة، والعودة يسمونها جادوم، يعني على حسب حجمها إذا كبرت يسمونها جادوم. محببة طبعا عندها للبحر، لها يعني لها صيت عندها البحر. أنا ما أدري ليش راعي المحل خلانا ومشى، لكن يعني البياح نبغيه، إحنا البياح نبغيه. ما عليه، نروح المحل اللي بعده، نروح المحل اللي بعده. السلام عليكم. كيف حالك؟ شلونك؟ طيب. خباط كم؟ خباط خبادي 39 ريال. 39 ريال. اخر كم؟ اخر بيا 36 شكل هذه. زين. وفي عندك هني الحمره الصغيره كم؟ حمره صغيره 25 ريال بيا. 25 ريال الحمره. الصمان كم؟ صمان 20 ريال. اخر كم؟ اخر هذا 24 بيا 20 ريال بيا. زين الجش كم؟ جش بيا 18 للجش. السولي هذا، السولي كم؟ سولي 10 ريال 9 ريال شكل هذه. 10 ريالات للسولي. الكوفر كم؟ الكوفر ما في مال، ما اعرف.
ما تعرف حاط الكوفر عندك ما تعرف كم سعره؟ سقيره هذه سقيره هذه زي كم تحسبه؟ يلا باخذ ثنتين ثلاث من عندك. اثنين ابا في هذه بس هذه بيها 15 ريال. 15 ريال زين مشكور مشكور شكرا شكرا. طبعا احنا اعزائي المشاهدين انا ما ودي اخلي شيء اليوم. السلام عليكم. تعال تعال هنا شوي لو سمحت. كيف حالك؟ الحمد لله زين. اشوف عندك خباط. خباط كم؟ خباط هذه 35 جاي 39 يجي وطوره 35 هي زين. وفسكر بنت ناخذها كم؟ فسكر هذه 15 ريال يعني. هذا بس سوي له صوره تقعد وياه. اي صوره هذه 17 ريال يجي. حلوه هذه. يا هذه هاي اخر كم؟ اخر هذه 14 ريال شي لي 14 ريال زين. والقرقفان كم؟ القرقفان هاي 13 ريال 10 ريال بها يعني. هذه مو بكلها قرقفان؟ انا زين ترى. لا مو بكلها قرقفان. شوف هذه لا هذه مشوه. هذه مشوه اي سوي مشكل يجي. انت مشكل اي مشكل يجي. هذه مشوه ممكن راوي الساده المشاهدين. هذه مو بقرقفانه ولكنها اختلطت بالقرقفان. مشوه لانها مشويه هني طبعا على الشويه اللي فيها. اخر كم؟ اخر 10 ريال. 10 ريالات ما تنزل؟ لا نزل اي في داخل حراج في فوق اليوم. كم في الحراج باع اليوم؟ أراد هذه 200 ريال يجي. هاي باها صندوق. هذه باسكت كبير. هاي باسكت أيوة. زين مشكور. يسلم جزاك الله خير. الله يسلمك مشكور. هذا محل عندك هني ولا لا؟ لا هذا محل ثاني. طبعا احنا أعزائي المشاهدين عادة ناخذكم يعني بصورة سريعة في المحلات. دائما دائما ناخذكم صورة سريعة لكن احنا اليوم راح ننتقل للجهة المقابلة. نحاول ان احنا ننتقل للجهة المقابلة من السوق لقلة الاسماك. يعني الدشيش مثل ما شفتوا الجهة الغربية من السوق اغلبها فاضية. فاحنا نحاول ننتقل وياكم الى الجهة الاخرى يعني تفاديا لحد يقول لنا ما اخذت الاسعار كلها او طافت عليك سمكه. لذلك انا باخذ وياكم بعض الأسماك ونتكلم عنها نوعا ما. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالي شوي لو سمحت. تعالي يا صديق تعالي شوي. هم دائما يعني مشغولين ولكن متعاونين ويانا. الشباب مشغولين ولكنهم يتعاونون ما شاء الله عليهم. كيف حالك؟ زين الحمد لله مسرور. حمرة كم؟ حمرة 28. آخر كم؟ 28 آخر. زين الصافي هذا صافي مال وين؟ صافي مال دوها 55. 55 الصافي. الخباط هذا الخباط الصغير 38. 38 الهامور. الهامور كم؟ هامور 50 ريال. 50 ريال الهامور. تعال معاي تعال. هامور غالي اليوم. غالي اليوم وكل يوم. هذه السيباس 32. 32 سمين؟ زمين سيباس زين 100 تركي. زين الصافي هذا مال وين؟ هذا مال الشمال غزل. غزل ومال الشمال كم؟ 75. 75 75 ما تنزل رقال؟ لا شمال غالي. مال الشمال غالي. يقول مال الشمال غالي ولا ينزل 75 ريال مو براضي ينزل ريال واحد. الربيان كم؟ الربيان هذه 60 ريال. 60 ريال هذا العود الجمبو. ما في جمبو ميديوم مال البحر. مال البحر هذا؟ بحر بحر. مال مزرعة. ما في مزرعة ما في مزرعة. بحر. زين زين. طبعا اعزائي المشاهدين احنا يعني دائما نحاول ننوه على مساله الربيان صيد البحر يجي حتى لونه شوي مختلف. ويا حبذا اللي صار حجمه من هذا الحجم يعني. هذا طبعا من الاشياء اللي هي نادره. مشكور. الحمد لله مشكور. نشكر طبعا نشكركم انتم اعزائي المشاهدين على متابعتكم وصبركم علينا. تابعونا ان شاء الله في الاسبوع المقبل. وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. حياكم الله.